الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذي أنزل إليك أيها النبي هو الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين فيه. فالحق أحق أن يتبع، ومن ترك الحق هواه، ومن أعلم بالحق من الحق عز وجل. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بيت من الشعر للصحابي الجليل لبيد بن الربيع، أتدري ما هو؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فالله عز وجل هو الحق المبين، وما يدعون من دونه هو الباطل. ومن علم الحق فلا يتردد في قبوله، ولو قل الناصرون وكثر المخالفون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل منا طائفة يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، منهم العلماء والفقهاء وأهل القرآن وأهل الحديث والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوال الإمام السعدي رحمة الله عليه: أهل الحق هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، جعلنا الله منهم، اللهم آمين. الحق ممن؟ من ربك. فهناك نوعان من عطاء الربوبية: عطاء عام للمؤمن والكافر، وعطاء خاص للمؤمن فقط. فنجد مثلا من عطاء الربوبية العام للمؤمن والكافر الرزق والصحة والعافية. أما عطاء الربوبية للمؤمن الخاص به فيتمثل في النصرة والإعانة والهداية والوحي والألطاف الربانية. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. من المقصود بهذا الخطاب؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يكون من الممترين، وهو أهدى الناس وأعلمهم بربه عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمة في هذه الآية تخاطب في شخصية قائدها صلى الله عليه وسلم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فماذا نفعل الآن وقد انتشر الباطل؟ أولاً نثبت على الحق، ثانياً ننشر الحق بكل الوسائل الممكنة حتى لا يعلو الباطل على الحق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فعلينا جميعاً بطريق الهدى ولو قل السالكون، وعلينا أن نجتنب طريق الهوى ولو كثر الهالكون. جزاكم الله خيراً.